وجئنا بالقرار اللي صدر عن الحكومة في رام الله بأنه لا يوجد هناك أي خصومات على سعر الوقود، وأن سعر الوقود إذا أراد القائمون على الكهرباء في قطاع غزة تشغيل محطة توليد الكهرباء عليهم أن يدفعوا السعر الكامل اللي هو 5.2 تقريبا شيكل للتر، وبذلك تم إيقاف جهودنا في تشغيل محطة الكهرباء، الاستمرار في تشغيل محطة الكهرباء. طبعا تأثير إيقاف محطة الكهرباء أمس أن كما ذكرنا سابقا أن جدول الكهرباء مع وجود المصدرين الأساسية للكهرباء الآن هو الخطوط الإسرائيلية والخطوط المصرية سيكون 6 توصيل و 12 ساعة انقطاع، ولكن نحن حضرنا أن الجدول يمكن أن ينحدر إلى 4 توصيل في حالة حدود أعطال، وخصوصا على الخطوط المصرية اللي يعلم الجميع أن الخطوط المصرية لا تستقر أسبوع واحد أبدا على حالها، وإنما يكون هناك انقطاع متكرر لها. التعامل والتجاوب مع كل المقترحات وكل الحلول وكل الطروح في سبيل كل الدول تعفي الوقود سواء كان غاز أو سولار إلى محطات الكهرباء وإلى كل مرافق الخدمات. لذلك نحن نطالب ومن أجل يعني الاستمرار في الخدمة كما نقول اللي هي على 8 توصيل و8 انقطاع، وهي أصلا ليست كافية وهي أصلا نتيجة الأزمة القائمة. نحن نناشد ونطالب كل الجهات المعنية بالضغط والمناشدة على حكومة التوافق أن تستجيب للنداءات وأن تقوم بإصدار القرارات ببيع الوقود المستخدم في محطة التوليد بدون ضرائب. إذا صدر هذا القرار نحن على استعداد لتحويل الأموال الكافية لشراء الوقود والاستمرار في تشغيل المحطة والرجوع إلى الجدول كما ذكر الذي كان يخلق هناك نوع من الاستقرار. شراء الوقود للمنح بدون ضريبة، وإذا تم بيع الوقود والدور على السلطة أن تقوم بالدور وهم يعرقلون حل أزمة الكهرباء.